صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال. ازيكم يا حبيب قلبي؟ اخباركم ايه؟ وحشني جدا جدا. إيه، قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده بقول لكل ام في كل العالم، كل الدول العربيه وفي الدنيا كلها، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل امهاتنا طيبين، كل سنه وكل ام على وجه الارض بخير وطيبه وبصحه. تمام يا رب، وربنا يبعد عننا الامراض واي حاجه وحشه. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، عشان عيد الام حبايبي ولادي فاجئوني بالهدايا الحلوه دي. هنشوف مع بعض جابوا لي ايه، حبيت ان انا اشارككم واشوف نشوف مع بعض ولادي جابوا لي ايه. بصوا حبايبي، ادي ده طاجن فول 30 سم، شايفين ده نوفال، ده نوفال، ماشي. طيب ده طاجن فرن، وده عندي الطاسه دي بمقاساتها طبعا، ماشي اهي كده. ده تروفال برضو جميله جدا، تبدا من مقاس 20 طبعا هنا، و24 و28، ادي مقاساتها. طيب ايه تاني معايا؟ معايا الاطباق دي اركوبال، ادي كده 2 غويط، وعندي 6 اللي هو المسطح ده، بس اطباق جميله على فكره، شيك جدا وعجبني لونها، شوف اسود بس لونها جميل جدا. طيب وطبعا عندنا البولات الصغيره دي بلاستيك، بتحط فيها طبعا ايه، المخللات والسلطات وكده يعني، ده سكاكين زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، هو الهديه والفكره فيها مش ان ما فيش ست ما عندهاش الحاجات دي، كلنا بنستخدم الحاجات دي في المطبخ وعندنا، لكن الهديه في ايه بقى، والحاجه الحلوه في ايه في الموضوع، ان اولادك يفتكروك يعني، او اولادك يفتكروكي، دي اجمل ما في الموضوع. اولادنا حبايبنا ربنا يخليهم لينا يا رب ويسعدهم، لو جابوا للام ورده واحده بس كده اهو، وقالوا لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي بالدنيا كلها. وعايزه اقول لكم، ولو ما جابوش ورده، وجودهم هما في الحياه اجمل هديه، اجمل هديه ممكن تبقى في حياتك كلها، هو وجود ابنك او بنتك قدامك، بس مش بالحاجات اللي هو بيجيبها. طيب جاب الحاجات دي طبعا بتسعد وحلوه جدا، وانا فرحتني وتمام وزي الفل. وان ما جابوش حاجه برده زي الفل، جميل جدا. ما فيش ام بتبقى مستنيه حاجه من اولادها، بالعكس كل اللي هي بتتمناه ان ربنا يساعدهم ويديهم كل اللي هم يتمنوه ويحققوا كل اللي هم عايزينه. فيا رب خلي كل اولادنا وفرحنا بيهم وحقق لهم كل امانيهم، واحنا كامهات مش عايزين اي حاجه منهم غير نشوفهم سعداء وبصحه كويسه وبخير. زي ما انا قلت لكم الحاجات دي اساعدتني، تمام انا معاكم اوكي، وحاجات حلوه جميله طبعا جدا. بس لو اي حد مش قادر يجيب اي حاجه من دول، بس لو راح لامه وقال لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي بالدنيا كلها، هي مش عايزه اكتر من كده، هي مش عايزه من اولادها اكتر من ان هو يفتكرها، لان هما بالنسبه لنا اغلى حاجه في الحياه. انا حبيت ان انا النهارده اشارككم بالحاجات البسيطه دي اللي اولادي جابوها لي، اوريها لكم كده، ونتفرج عليها مع بعض ونشوف هم جابوا ايه. وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يخليكم ليا، وربنا يخلي اولادنا جميعا، وخلي جميع الامهات بصحه، ويبعد عننا الامراض يا رب، ويدينا كلنا الصحه، اولياء امور، اباء، امهات. برضو ما ننساش الاب، يعني مش عشان هو عيد امي نبقى ننسى الاب، لا، كل سنه وكل الاسره بخير وسعاده. هو عيد الام عيد الحب، ملازم طبعا لعيد الربيع، بس اهم حاجه يا رب يبعد عن مصر وعن الدول العربيه كلها المرض، ونبقى كلنا بخير وبصحه كويسه، امين يا رب. حبيت النهارده اشارككم الفيديو الصغير البسيط الجميل ده، وبقول لاولادي كل سنه وانتم طيبين حبايبي، واقول لكم انتم كل سنه وكلكم وحضراتكم بخير
وطيبين وبصحة كويسة. باي باي يا حبايب قلبي.